بدر بن الحسن رئيس الجمعية محاربة التهاب الكبد بالمغرب. اليوم كان حضروا واحد المبادرة كبيرة ومهمة جدا اللي قامت بها شركة غالينيكا اللي كتعلن على إخراج جوج ديال الأدوية فعالة وأدوية المعجزة كما صدرت في المداخلة ديالي، لأنهم الآن كيمكنوا من المرضى. وكنعرفوا بأنه المغرب تقريبا كانت وقع 600 أو 800 ألف مريض أو حامل فيروس ديال الهباتيت سي. هذا الدواء المعجزة يمكن يقضي في 2020 على هذا المرض بتمام من المرض. إذن كنحييو هذه المبادرة وكنشكروا وكنهنئوا الوزارة الصحة لأنها قامت بواحد المجهود يعني خيالي، لأنه من الدول القلائل المغرب أصبح كيتمكن من هاد الأدوية هذه، وبأدمينة اللي لا بأس بها ولا يعني رغم الصعوبات، لأننا قارنوها مع دول أوروبا لأنه هاد الأدوية راه تقريبا 50 مليون ديال السنتيم في المغرب أقل من مليون، والحمد لله يعني مازال مجهودات خصها تقام، لا في تخفيض ديال الأدوية لا في تمكين المرضى من العلاج، الناس ديال الراميد، الناس ديال اللي عندهم لي ميتوال خصهم يكونوا عندهم يعني استرجاع ديال المصاريف ديالهم. في الشق الثاني هو اننا كنتكلموا على 600 الف مريض، ولكن هاد 600 الف مريض راه كنعرفوا غير 50 الف 60 الف اللي متواجده. الان هو الرهان هو اننا نمشيو نقلبوا على 600 الف، وهذا العمل اللي اليوم شتينا قعنا هاد الشراكه مع شركه غالينا على انه نقوموا بواحد الحملات تحسيسيه توعيه، ولكن كذلك باش نقلبوا باش نعرفوا يعني ديال هاد الناس اللي حاملين المرض ديال الألفة.